Attention! All translated documents and articles will be uploaded into the speaker's website. أرجو الانتباه. سيتم نقل جميع ملخصات الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية على صفحة المؤتمر. شكرا. طيب عشان نستغل الوقت عشان على ما طلع البرزنتيشن مال الدكتور ما ادري عندي او موجود ولا الجماعه هو يمكن يتكلم ارتجالي لكن حبيت اقدم الدكتور الهادي صفق حق الدكتور هادي اراده ما معنى الاراده وانا عارف ان احنا تقريبا عندنا اكثر من 30 جهه او مؤسسه او اشخاص هم من اهالي يعني ذوي الاعاقه اللي هم احنا نسميهم شنو يا خيته؟ ذوي الهمم، اوكي؟ وتشوفون الهمه ما شاء الله، لكن الهادي ايضا قصه الهام مش كشخص فقط. شنو قصه الالهام اللي قاعد اتكلم عليه الصبح؟ تمثل في مش في الرجل فقط بما قام به. تعرفنا عليه بالصدفه احنا كنا رايحين موريتانيا واسسنا جمعيه فحضرنا التاسيس ومن المؤسسين جمعيه اختصاص الالهام في موريتانيا. لكن قررنا ان نجمع الجمعيه ونشتغل مع الرجل. لان الرجل الهمني فعلا بما يمكن ان يقدم، انا ما يهمني مؤسسات، ما يهمني كم عدد مؤسس عندي. يهمني من سيعمل في هذا المفهوم بالضبط. فالحمد لله توفقنا كثير، الحمد لله احنا نعتبر ان اقتصاد الالهام في موريتانيا هو الان الذي يقود. والمجال مفتوح للجميع لكل الدول ان تقود. لكن احسن قصص نجاحنا اللي نذكرها حتى الان بقصتنا المتواضعة هي يحملها الهادي ومن قام به من مشروعات في أفقر المناطق في موريتانيا. نصفق على أخونا الهادي على هذه نصفق على روحه وإصراره على نواتيكم بالرغم من كان مريض قال آخر لحظة ولكن الحمد لله توفقنا في حضوره. تفضل. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لو حصلت متعرفة عندي الصور إن شاء الله ستكون من خلال الصور لكن الصورة في صور كثيرة لا يمكن أن نعبر عنها بالكلام. بداية أنا سعيد جدا بوجودي بينكم، سعيد جدا بأكون في مملكة البحرين للمرة الثانية، وأجد صعوبة بالحديث بعد ذلك الحديث الجميل واللغة العربية المبينة التي تحدث به الدكتور يوسف عليه الإلهام، فلعله يكون ألهمني فأتكلم وكذلك موضوع الصور التي تحدث به الكلى. الموضوع الذي سوف اتناوله هو دور العمل الخيري والتطوعي في صناعه الاثر في المجتمعات الفقيره. نحن جميعا نعلم بان العمل الخيري ركن ركين من اركان الثقافه الاسلاميه والعقيده الاسلاميه بصوره عامه. في البدايه كان العمل الخيري بدايه التاسيس، تاسيس الدوله بكل مقوماتها. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان كل شيء تطوعي. كان كل شيء تطوعي الكامل، القناعة والإرادة من أجل أن يكون هنالك أثر كانت هي المحرك لكل شيء. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معناها العقيده العبادات معها فعل الخير وهو خير، لكن فعل الخير المطلوب هنا هو مساعده الغير، هو ترك الاثر في هذه الحياه. هناك عده مصطلحات، العمل الخيري، العمل التطوعي، القطاع الثالث، العمل الانساني، كلها دلاله واحده. المهم ان ننخرط فيها، وكلما كثرت المسميات دل ذلك على شرف المسمى. العمل الخيري هو عنوان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. هذه مكانة كبيرة للعمل الخيري، مكانة كبيرة لأن نترك أثراً في هذه الحياة. نحن لم نأتي من أجل أن نعيش لأنفسنا، أتينا من أجل رسالة، من أجل أن تكون عندنا قيمة.
إذا لم تكن زائدا في الحياة فأنت زائد على الحياة، لا قيمة لك بها. وأنت يمكن لك أن تترك أثرا حتى لو لم تكن تملك إلا أصبعا واحدا، بأصبع واحد يمكن لك أن تترك الأثر في هذه الحياة. وشواهد الحياة وقصص نجاح الناجحين في هذا العالم تصدق ما أقول، فلو نظرنا لوجدنا. لكن أغلب حاجز يحول بيننا وبين رؤية هذه الحقيقة هو ذلك الشح الذي يقع في نفوسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العمل الخيري دلالات إلى غير ذلك كثيرة لو توقفنا معها. بالعمل الخيري وضعت كما ذكرت لكم الأسس في كل شيء. عندما أردنا أن نؤسس دولة وثقافة وعقيدة وأمة كانت بالعمل الخيري، وبالعمل الخيري نهضت هذه الأمة. ولما تركت الأمة العمل الخيري تشاهدون الآن واقعها في فقر، في مرض، في جهل. كل ويلات العالم وكل أزمات العالم لنا منها الحظ الأوفر والنصيب، لأننا تركنا جوهرنا وحقيقتنا. هناك كثير من الأمور التي يمكن أن نشاهد أو شاهدنا فعلا من الناحية التطبيقية أثر دور العمل الخيري فيها، في التعليم، في تعليم الناس الخير، في تعليم الناس أمور الحياة المختلفة، في جانب الأوقاف، في جانب كفالة الأيتام، كفالة المرضى، في جانب شق الطرق، في جانب المياه. حتى أن في فترة معينة كان العمل الخيري في الدول في العالم الإسلامي متطور إلى مرحلة العناية بالدواب التي لا يوجد لها أصحاب يعينونها يقومون على رعايتها والاهتمام بها. العمل الخيري في أغلب تجلياته الموجودة هنا يعتمد على أن نحاول أن نخفف من الفقر، لكن لا يسعى إلى أن يقضي على الفقر. وهذا ما يسعى اقتصاد الإلهام إليه، هذا ما نسعى فعلا أن نترك الأثر، لأن الأثر الحقيقي هو أن تستطيع أن تكون رقما وتستطيع أن تبقى ذكرى طيبة في حياة إنسان غيرت واقعه، أحدثت تغييرا في واقعه. بالتالي ينبغي أن نتجاوز مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف. ما ليس المهم كم نعطي، ولكن المهم ماذا نعطي. أحيانا تكون مساعدة الإنسان بحد ذاته غاية، ولكن كما ذكرت لكم المهم هو أن نحدث الأثر. هذه الصورة واقعية من البلد الذي أتيتكم منه. هذه الإشكاليات مطروحة لحد الآن. هذه الطفلة يوميا تجر المياه الذي نفتح حنفيه ونجده مباشرة يستغرق أخذ هذه الطفلة كيلو متر أو 2 كيلومتر من أجل أن توصله إلى منزلها. هذا واقع حقيقي. هذه المرأة كذلك من نفس القرية. هذا بئر من الآبار. لم نستطع أن نحل المشكلة، لكن استطعنا أن نجعل المسافة بدل أن تكون كيلومتر أصبحت 200 متر، ونتمنى أن نواصل. هذه قرية كانت تجلب المياه من 3 كيلومتر، الآن أصبح هذا مشروع استغرق من بناء بئر ب3 أشهر. استطعنا الآن أن نترك أثرا، فتشاهدون النتيجة. أصبحت عندهم مياه، أصبحت عندهم زراعة يقومون عليها. هنا في هذه الصورة جانب آخر من إشكاليات المياه المطروحة عندنا، هناك إشكالية تغيير الوعي. هذه الصورة للدكتور محمد بوحاجي معنا في مدينة شنقيط تاريخية. كانت المسائل كما تشاهدون خيمة وسبورة وقلم، تستطيع بها تغير أو أن تحاول أن تغير فكرا وأن تحدث ثورة نمطا في التفكير. من خلال تلك الجلسة أطلقنا مجموعة كبيرة من الدورات للشباب، جلوس معهم من أجل تغيير عقلية التفكير. نحن هنا لا نبذل مالا ولا نعطيه، ولكن نحاول أن نوجه التفكير في الاتجاه السليم. هناك الكثير من الشباب الآن الذين يحاولون أن يحدثوا تغييرا. هذه الصورة، نحن لحد الآن في حياتي نفذت قرابة 20 قافلة صحية إلى مناطق داخلية
تعاني الأمراض وتعاني الأوبئة، لكن كانت هناك نحن لا نستطيع أن نوفر لهم مستوصفات ومستشفيات، لكن نحاول أن نحدث الأثر بالتوعية، وجدنا أن التوعية أقل تكاليف وهي أكبر أثراً. الصور كثيرة جداً، لن أطيل لأن الوقت انتهى، لكن سوف أكون معكم بعد غد إن شاء الله في ورشة حول كيف نعيش أو نحيا بالإرادة. هناك الكثير من المعاني التي ينبغي أو التي أريد أن أوصلها وأن آخذها منكم. لا أريد أن أخرج من هذا المؤتمر إلا وقد أشعر بأني قد حققت شيئاً في هذه الحياة، وتذكروا يمكن لنا أن نحدث أثراً بأسبوع واحد. فمن منكم يريد أن يحاول أو يجرب يكون معي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى لأستفيد منه أكثر مما سيستفيد مني. شكراً جزيلاً لكم. أحسنت وجدت كما علمتنا دائما.